Growing up in Aleppo, I never thought that I will continue higher education or get anywhere near higher education, because my father had a furniture company and it was growing. I always wanted to continue his job until the crisis started. And when it started, my father told me that I should get higher education, because without that, I will never reach anywhere. So we moved to Lebanon because it was the only way out for us. There were many challenges I faced in Lebanon, whether in the educational sphere or social sphere or even individual sphere as well. The first problem I faced in education was that every education in Lebanon is either in English or French, while in Syria it was all in Arabic. I enrolled in a university in political science major, where I graduated fall 2017. And with that degree, my dream became being an ambassador in the United Nations representing my country. جيت من سوريا من شي 5 سنين تقريبا. كنت بدرس هناك بالجامعة. وقفت وتركنا كل شيء واجينا. من بعد ما اجيت من سوريا سجلت بإحدى الجامعات لكفي فيها دراستي. كنت فايتة على الجامعة وما كنت حابة أعمل صداقات، بس كان الدراما كلب بالنسبة إلي هو الشيء اللي خلاني أتخلص من التفكير إنه أنا اليوم بدي أرجع على سوريا، أنا اليوم بدي أرجع على سوريا. أنا الوحيدة اللي بشتغل ببيتنا، فمستعدة أعمل أي شيء لحتى أكون بالجامعة. يعني وصلت إني أتخلى عن شغلي ولا جامعتي، لا، جامعتي is my priority. حلمي إني أفتح نيرسري بسوريا. أنا كنت بسوريا، درست بسوريا 3 سنين ميكانيكال ديزاين اند ديفلوبمنت. وصلت السنة الثالثة بعدين ورا الأزمة ورا الحرب اللي هناك اضطريت إنه أطلع. ضليت شي 3 سنين بدون ما أدرس بعد دراستي وقتها، بعدين إنه على السوشيال ميديا شفت إنه في سكولرشيب لليونيسكو باليو ال اف. حكيت مع الجامعة، بعثت لهم الأوراق اللي بدهم إياها، مش الحال، أعطوني قبول. بالنسبة للجامعة يمكن الشيء الوحيد اللي لهلا هو صعوبة بالنسبة لي إنه ما قدرت ألاقي ترانسكريبت أو جيب ترانسكريبت من سوريا، كان ممكن هذا الشيء قطعني كذا سنة. لأنه في كثير طلاب مثل حالتي طلعوا وما كانوا يقدروا ياخذوا معنا أوراقهم لتثبت شهادات الدراسة تبعهم، بس أنا بيكون في عندهم كثير رغبة إنه بيدرسوا، بس إنه ما عم يلاقوا الفرصة اللي بتحقق لهم حلمهم بالدراسة. فإذا كان في تسهيلات أكثر خصوصا من ناحية الأوراق، إذا كان في تسهيلات أكثر من الجامعات بشأن التسجيل، إذا في منح أكثر، هذا الشيء بيكون كثير منيح. بعد اللي صار بسوريا أنا صار في عندي دافع أكثر إني أكمل بهالفيلد، خصوصا إنه هلا لسه كل شيء بنية تحتية بدها ريستراكت مرة ثانية، كل شيء في مصانع بدها تشتغل مرة ثانية، فإنه بدها كثير ناس، بيكون في عندها كثير انفورميشن.